عليكم. معكم الشيف حمزة عفقير، الشيف اكزيكوتيف اوتيلي دو تور بالماري، من مواليد مدينة الرباط، سنة 1982 شهر 3. درت اون فورماسيون في ليكول اوتيليير دو محمدية. الصراحة لا فورماسيون ما درتهاش باغ كونفيكسيون نهار الاول، يعني ما كانش عندي الرغبة باش ندير هذوك لو ميتي، درتها باغ كونفوكاسيون. كاي انسان انتي كي غاتي سون باركور سكولير، يعني ما كنتش اون ايطوال فهمتي في القرايه، ما لقيت ما ندير. الاخ ديالي ما اوبليجي واحد الوقيته قال لي والو ما عندك ما دير، دير ليكول اوتوليير. دخلت درت ليكول اوتوليير، دوزت تما واحد 4 سنين، اون بو دير بان هذاك كان هذاك هو لو ديكليك ديالي. يعني دخلت داكشي شفت اللي عجبني، شفت هذاك لو ميتي، شفت هذاك لابروش ميتي والناس كيفاش كيحبوا هذاك الميتي اللي كيديروه. كاين الاساتذه اللي مون اورينتي مون بوسي باش نتبع هذاك لو ميتي. سا نونبيش بانني كانوا عندي واحد دي موديل في حياتي في الدومين ديال لا كوزين، منهم الاخت ديالي اللي كانت شيف دو كوزينه، كانت شيف دو كوزينه، خدمات ان بو بارتو في كينيا، خدمات في سويسرا، خدمات ان بو بارتو. دونك السيده كان يعني يعني عندها واحد الحب ديال لو ميتي. الام ديالي كانت كطيب بواحد الطريقه اكسترا اوردينير. يمكن بان لا بلوبار ديال لي روسيت ديالي اللي كندير دابا سي دي روسيت اللي تعلمتهم من عند امي، ولا تعلمتهم من العائله، ولا شفتهم في الزنقه. سا نونبيش بان امي ما كيعجبها حتى شي حاجه من داكشي اللي كندير. فين ما كنصاوب شي حاجه كتقول لي شنو هذا العجب، شنو هذا الهم، شنو هذا الشيء، ستره. ما عمر شي حاجه عجبتها، حيت بالنسبه لها داكشي اللي كتعلمات كيبحال القران كاع ما خاصو يتقاس كاع. طاجين ديال اللحم بالجلبانه خاصو يكون بحال هكا، يكون بحال هكا. انا ملي كنبدا نخربق ونلعب شي شويه ما كيعجبهاش داكشي، كتقول لي شي ما عرفت، كتقول لي ما عرفت الناس اصلا كيفاش كيقبلوا ياكلوا هذه الماكله ديالك. دونك ساليت دوك 4 سنين ديال لا فورماسيون اللي كانوا وسط منهم هكا دي هكا دي تيبولو، خدامي صغار، خدمت فهمتي في كوزينه، خدمت عساس في السونتر دي ستيفاج، خدمت عساس ديال في السونتر دي ستيفاج ديال كلوب ديال العادل. مشيت على اساس انني نخدم في الريسبسيون، ما جي با اسيوري، دونك هما يحولوني عساس في الليل. خدمت عساس في الليل، عساس زراويطه، وكانت ساره كانت من بالك اكسبيريونس. انا الصراحه كنت مخبي في واحد السيد كان خدام معايا سميتو رحال، واحد الجديده فيه شي 2 متر و10. عاد النهار هذاك النوع اللي كانت كضرب الدرسه كيحيدها بيديه، اما انا كنت غير كانت ساره كندير راسي عساس معاه. هي هذيك خرجت من ليكول ليكول اوتوليير دو محمدية ابخي هذوك لي 4 اون، خدمت في طنجة، خدمت في طنجة اونكو سو شيف واحد عام تي دوتيل اوتيل رومروند، خدمت في اونكو سو شيف او بو ديال واحد الشهرين، مثلا هو الريسبونسابل تما. جاتني هكا باغمي هذوك الناس لي كليون اللي كانوا عندي، يافي دي فورم، يافي دي بروف اللي في ليكول في لانسيتيون انترناسيونال ديال توريزم ديال طنجي، قالوا لي علاش ما تكملوش القرايه ديالك، ديري فورماسيون ماناجيريال. قلت لهم مرحبا علاش لا، جو باسي الكونكور اكسيتيرا. هي هذيك دوزت واحد العامين تما، خرجت من لي زيد كيبان ليا عرفتي لا في اون روز، كيقول لي ماناجير كوستيم اكسيتيرا. جي انشيني دي بولو بوندون 2 ans ان بو بارتو، في لا ريستوراسيون كوليكتيف، دي بوست دو فورماسيون اكسيتيرا اون تانك فورماتور. ما يمكنش نقول بانني زعما كاينه كاش يعني جليزي ريوسي، مي ما كانش زعما كاينه سي با فريمون لو تخوك هكا انت هذاك لو ديكليك، داكشي اللي خاصني ندير في حياتي انا بغي ندير. واحد النهار قالوا لي واش ترجع لي اون فورماتور، قلت لهم رجعوا لك نسيت الحرفه صافي المده هذه ما شديتش الموس ما خدمتش. قالوا لي لا غير رجع لك بحال بيكارا ما كتنساش، يعني اون فوا غادي تدخل لهكا غادي تفكر كاع عليك شي ذكريات ديالك. سي سا سي لا افغي دير سي تو سا لو ديكليك بانني علاش لان خاص لقيت راسي اون تانك فورماتور، شو اوبليجي بانني ما نبانش بهذا اللونغاج ديالنا، ما نبانش قرد اون فاس لهاد الدراري. يعني كان خاصني يعني وليت كندير دي روشيرش كنقلب ايتترا افغي دير موش تي اوتو ديداكت، يعني سي راغ لي بيرسون زعما كاين ماشي بحال الناس تعلموا عند دي شيف ولا شي حاجه. انا كان عندي ان بروبليم سكو انا كنت من هذوك النوع اللي فهمتي اللي عاجبو راسو اي اون ايبوك، ما كنتش كنصغر راسي، ديكو كنت كيبان لي اي واحد انا احسن منه، يعني ديكو ما عمر شي واحد تعلمت من باغ لا سويت افيك ان بو دو ريكول. لقيت بان الناس فهمتي اخيب حاجه يمكن يدير شي واحد، اخي بلي شي حاجه يمكن يدير شي واحد هي هذيك القضيه بانه يشوف كل شيء قل منه. لاحظت بان هذيك اخي بحاجه يمكن يدير الواحد بانه يشوف كل شيء من الفوق ويشوفه صغير. الوغ احسن حاجه في الدومين ديالنا بان الدومين ديالنا بحر، اي واحد يمكن يتعلم، يمكن يتعلم عند ستاجير شاف شي حاجه في شي بلاصه واحده اخرى، يتعلم عند ان كولابوراتور. مي سا نوبيش بانني فهمت حتى داكشي كان فورماتور، لان افورس دو
هكا بين تهرس لي راسي بشحال من حاجه جي بي غوندي اون كيكو سورت. يعني كبرت واحد الشخصيه ديالي اللي هي مبنيه على التواضع، مبنيه على بان اي واحد يمكن يتعلم منه شي حاجه، ان ستاجير، ان كومي، ان كولابوراتور، سيده كبيره. يعني هذاك الشيء هو اللي خلاني نجي هذوك الشيء اللي تهرس لي بيه العقل، وكنقول على راسي بانني راني كنت كنعرف ندير شي حاجه افغي دير ما كنتش كنعرف نديرها بالصح، وكيبان لي كل شيء صغير. من بعد ملي رجعت لي زيت اونكو فورماتور، رجعت اونكو فورماتور وبو ديال واحد وبو ديال شحال عام ونص عامين صافي مليت واحد شويه من هذيك مليت من لا فورماسيون. صافي بيتر بان هذيك ما كانتش اكسبيرونس مزيان، او كونتر كانت اون اكسبيرونس اللي مخيره، اللي تعلمت منها بزاف د الحوايج، تعلمت منها اصلا كيفاش انت تتعلم باش توصل داكشي اللي بغيتي، واللي نفعتني باغ لا سويت مع لي زيكيب ديالي. من بعد جو مي سوي لاسي رابيدمون لا فورماسيون، ملي تحت لا سي في ديالي ان بو بارتو في مراكش، محتيت لي سيفي ديالي في مراكش في المغرب اتدار، بقيت بوندون انو وانا ما لقيتش خدمه، ما لقيتش خدمه. الناس كيقول لي انت كيفاش جاي من لا فورماسيون، تي با اوبيراسيونيل، خاص شي واحد اللي يكون في الدومين. ودوس مع دي زونتروتيان مع شي ناس اللي ما قبلونيش، ميم بو ان بوست ديال شيف دو بارتي، ميم بو ان بوست ديال شيف دو بارتي. الوحيد اللي تاقوا فيا هما الناس ديال سيفيتال مراكش. وسكي انتريسون فهادشي بانني ملي دخلت لسيفيتال مراكش ودخلت اون كو شيف ديال السو، تلاقيت مع ناس من بعد او بو ديال شهر شهرين، الناس اللي ما قبلونيش اون كو شيف دو بارتي، اون كو دي ديريكتور هكا في مراكش سون سيتي دو نون. الناس اللي شافوا فيا قال لك انت با فريمون دون لوبيراسيونيل، وجاو في دي زيفينمون هكا بغاو يفيليسيتي ولا شاف، ملي شافوني سيتي هذا هو لو ميك اللي حنا هنا غوفيزي اون كو شيف دو بارتي. دونك دي كو مشيت لسوفيتال، وسوفيتال c'était une expérience اللي كانت شويه قاصحه في الاول، بوغ لا سامبل ريزون لان كلشي كان كيشوفني على انني عندي غير مع الفرنسي، ماشي شي واحد اللي هو الدومين، ماشي شي واحد اللي هو لو ميتي، كلشي كان كيقول لي هذا جاي من هنا ما فيديش اتسيتا. وافغي دير النهار الاول انايا ما عمري قصت الفواكرا، ودخلت باغ اكزومبل غير نسخه كل الفواكرا، يعني في لا فورماسيون، حيت راه كيفي عارف لي مويان مالوغوزمون في لي زيكول ديالنا، كسو لي زيكول ديالك كسو لي زيكول دو توريزم، لي مويان على قد الحال. يعني نهار يعني لا اغلى حاجه يمكن تخدم بها هي الشامبيون دو باري. دونك ملي دخلت لقيت ان كومي كويزين هكا كيشد فوكرا وكيعرف يخدم به وانا ما عمري شفتو، سي فغي يعني سي فغي الانتيريور كان خاصني ندير شي حاجه، ندير فهمتي نقلب ونشوف باش ما نبانش فيزافي ديال هذوك الناس. واخا في الاول يا بيرسون فهمتي في هذوك ليكيب اللي الصراحه كانوا كيشوفوا فيا على اساس اني صغير ما كنعرفش، مي كان خاصني ندير مجهود نقلب نشوف لي فيديو كيف بحال كاع الناس، نشري كتوبه ندير هكا نسول. هادشي علاش النصيحه اللي كنعطي لاي واحد اخيب حاجه اللي يمكن تخرج على لاكارير ديال ان جون كويزيني هي الكبر، بان الواحد اللي يكون عاجبو راسو كيسحاب على راسو راه واصل للطوب. لان ما عمر كاين الطوب، حنا عندنا في الدومين ديالنا ما كاينش ان نيفو، باش خاص ديما الواحد يصغر راسو يسول من هذا ويقلب من هذا باش يعرف. هادوك اللي كانوا في ليكيب ديالي ودي كولابوراتور بار لاسيت فهمتي تقدر تربح الاحترام ديالو. علاش ربح الاحترام ديالو؟ لاننا كما كنت عندي واحد العقليه بانني كنمشي ديما كنصغر عقلي، ما عرفت شي حاجه كنجي كنسولك عليها كنتعلمها كنميتريزيها كنديرها اما فاسون بار لاسيت. وداك الشيء اللي درت قلبت، درت هنايا كتوبه، شريت كتوبه، زدت سوايع، داك الشيء هذاك لي لاكون تكنيك اللي كانوا عندي اللي قلت بانني اللي كان سببي فيهم هو الكبر اللي كنت كالعقلي اللي كانت انت ديال الكبر اللي كانت عندي، هذيك لي لاكون اللي كانوا عندي باش حيدتهم بتمارة اون كيلكو سو. كنت كنضرب الناس كيضربوا 8 9 ساعة، انا كنضرب 13 14 ساعة باش نتعلم. نسخة كندخل فهمتي مع هذا نوري يقول لي كيفاش كنتصاوب، كيفاش كيديزوصا هكا يا جيغو، الاخر يوريني كيفاش كيتصاوب. هاك الساعة جي كومونسا كابيتاليزي، درت راسي واحد السمية في سوفيتا مراكش، الناس بداو كيحترموني، الإدارة بدات كتحترمني، لي زيكيب ديالي بداو كيشوفوا فيا شوفة واحدة أخرى بأن هاد السيدة غادي وكيزيد لقدام. جاتني لا بروبوزيسيون ديال سوفيتا لابيدجون، جاني لا بروبوزيسيون ديال سوفيتا لابيدجون، مشيت اوتون كو اكزيكوتيف ادجون سوفيتا لابيدجون. دوزت واحد العام سكيا دو بلو اكسترااردينار، اكتشفت في هذيك البلاد من غير الخيارات اللي عطاهم الله، اكتشفت بان هذاك الشعب الايفواري من اطيب شعوب الله، الناس عندهم واحد لاجونتياس وعندهم واحد الطيبوبه شي حاجه خياليه. دونك
جات هذيك الاكسبيريونس نتاع ابيجون كما قلت الشعب ايفواري كيبقى مأثر بخلق الله. هادشي اكتشفت فيه اكتشفت واحد دي برودوي جداد, اكتشفت الاناناس ديال تما اللي الاناناس كدير جوج دراهم فهمتي, دي اناناس كدير دو كومبيتيسيون, اكتشفت لي كريستاسي اللي عندهم جميع انواع ديال لي كريستاسي, تعلمت تخدم بهم بواحد الطريقه واحد اخرى. دونك الاكسبيريونس ديالي كانت فهمتي يا واحد une logique de partage ma bini ou ma bin chef Dominique chef Pascal Favier ou les chefs ivoiriens, donc comme je disais on a قصرنا شي شويه هما, ils ont apporté avec les produits ديالهم ivoiriens, chef Pascal il a apporté avec la cuisine classique française, on a j'ai apporté un grain de folie شويه ديال soi-disant l'hmaq en cuisine, يعني هكا marier des herbes, marier des épices, dresser sur des choses un peu improbables, dresser على شي لعبات un peu spéciales, يعني كانت عندي اكسبيرونس لي كيجي تري ريش. دوزنا دي زيفيرمون لي فيهم 900 1000 كوفير ايتترا, ودازت الحمد لله في ظروف مزيانه. جا لو بروبليم ديال ايبولا, جات لا كريز ديال ايبولا, دونك ديكو ليكونومي ديال البلاد تقصحات شي شويه. حنا فيو حنا كنا بليزور اكسبات, دونك ما كانش يمكن لهم يبقاو خلينا كاملين. وما في بروبوزي باش نمشي لليجيبت, ما بروبوزي باش نمشي لليجيبت, انا فضلت بانني نرجع للمغرب, نرجع للمغرب ورجع افيك كاع تو سكو جي بي كابيتاليزي مع ديك ليكسبيريونس الايفواريه ديالي اللي هي شنو بانني خدمت مع ان شيف اللي فريمون فهمتي كان انا دايبت ديال لا كوزين فرونسيز كلاسيك. دونك كان خاصني كي بحال ليكسبيريونس نتاعي نتاع سوفيتال, كان خاصني عاوتاني ندير بنفس الطريقه بانني ندير نبحث شي شويه باش نعرف لا كوزين كلاسيك فرونسيز كيفاش كدار, شنو هما لي برودوي فار ديالها, شنو هما لي ميثود دو كويسون, شنو هي لي شوز اميتريزي, لي شوز فهمتي هكا كيفو با فيغ. دونك هذيك حتى هي نفعتني بانني انا حتى انا بانني زدت كابيتاليزيت وزدت تعلمت واحد الحوايج واحد اخرين فوق داكشي اللي كان شويه اللي كان عندي, داكشي اللي تعلمت في المغرب واللي قدرت نتعلم في ليزيتابليسمون هنا في المغرب. زدت هذيك ليكسبيريونس نتاع ابيجون وهذاك لو ميلونج ما بين لا كوزين فرونسيز ولا كوزين ايفواريان ايتترا, يعني باش بليز اوموان نزيد نكبر الشخصيه ديالي ونزيد هكا فهمتي نقيس بليزيور تيب دو كويزين ونقيس بزاف ديال لي كويزين. هذا الشيء اللي خلاني بانني رجعت للمغرب, رجعت افيك اون ايدي واحده اخرى كسا سوا او نيفو ديال لي برودوي اكزوتيك, لا على الطريقه ديال التعامل ديالي مع لي برودوي اكزوتيك ولا التعامل مع لي تو سكي كريستاسي, تو سكي هكايا تو سكي كريستاسي اي كوكياج. دابا نحكي بان مره في لي روسيت ديالي كتلقى بانك رجع باغ اكزومبل دي هكا دي بريوات اللي فيهم فروماج مع البنان بلونتان, دي تخيك ويا باغ اكزومبل دي زيبيس ان بو هكايا ميلونج انتر تو سكي ايفواريان تو سكي هكايا ماروك. Donc il y a toujours un côté exotique qui revient à chaque fois. Donc c'est parfois on dit qu'il y a des soulouni qui disent qu'il y a la cuisine qui est faite les deux tours. Quand on dit la cuisine des deux tours, c'est une cuisine qui touche à plusieurs cuisines, qui touche à plusieurs écoles. ما عمرنا انا لا الدراري اللي معايا ما عمرنا درنا راسنا دي ليميت في الخدمه, يعني داكشي اللي غادي نديرو, يعني que ce soit le produit qu'on utilise, que ce soit le mariage des produits qu'on dit, que ce soit parfois حتى فاش كندريسيو parfois les gens comme si كيا ملي غير ملي كتقول لهم راه حنا دايرين هادي مع هادي et on va dresser sur ça, les gens ils sont واحد شويه شوكي مي سافا با شنو كدير, كنقول لهم هي هادي. انا بالنسبه ليا la règle à respecter في la cuisine c'est qu'il y a pas de règle à part bien sûr des choses qu'il faut maîtriser au niveau de la cuisson là au niveau de là au niveau de l'assaisonnement, mais à part ça il n'y a pas de règle. On a heureusement l'avantage de l'ai bien j'ai une équipe qui est comme dit هي غادا معايا في نفس الديلير ديالي, يعني كل نهار واحد لقيت نهار الاول اللي جيت انا جيت بهذوك لي ديليغ ديالي نديرو هادي نديرو هادي نديرو هادي نديرو هادي, ليكيب ديالي مشات معايا اوبو ديال 2-3 مو ديال الخدمه ولاو تاهما غاديين معايا في نفس السيل الخدمه في نفس لي انا بارفوا توندونس ا ماري دي شوز اللي الناس كيقول لك كيفاش هادي ما يمكنش تماريا هادي مع هادي, حنا اون لو في سا مارش بور لو مو الحمد لله. يان تري بون غوتور لو ريبرتوار ديالنا حنا اوتون كو حنا اوتون كي كوزيني كسا سوا موا كسا سوا لونسومبل دو مون ايكيب لو ريبرتوار ديالنا كبر, لان حنا اون كومونس ا توشي ا دي برودوي اللي ما كنعرفوهمش. و لو بليز امبورطون بان حنا اون ا توس هذيك لا لوجيك بان اونوز توشي ا دي شوز اللي ما كنعرفوش. بارفوا كنمشيو كنديرو المارشي ولا كنشوفو جايتنا هكا واحد الورقه جاتنا فيها دي برودوي جد اون ايسي ا دي برودوي اون في لي فور بور باش نتعلموهم باش نخدموهم. Donc
دونك مورا ديك ليكسبيريونس نتاع ابيدجان جا مالوغوزمون هذاك جا لو بروبليم ديال ايبولا دونك كما قلت حنا اون ايتي بليزيو اكسبارت وكل واحد فين كانوا بغاو يسيفطو انا كنبغي يسيفطوني لمصر فضلت بانني نرجع للمغرب فضلت بانني نرجع للمغرب جي اون بروبوزيسيون باش نعاود نرجع للسوفيتال ايتترا ولكن انا في طبيعتي ما كنشوفش في ريتروفيزور جيم با كي روغاردي في ريتروفيزور واخا لحد الان عندي 33 عام وما عنديش البيرمي المهم كنبغي نشوف ريتروفيزور يعني دوس واحد الاكسبيريونس نعاود نرجع سي با فريمون كريديبل انا سواء سور لو بلون بروفيسيونيل ولا سواء سور لو بلون ماناجيريال كيصعب بانك تمشي لواحد البلاصه انت اللي بديتي فيها صغير وتعاود ترجع لها وانت سوا ديزون كبير في ان بوست لواحد اخر ميم هذاك لابروش ديال لابروش ماناجيريال ولا هذيك النظره ديال الناس ما غاتكون ليكش بنفس اللي جو لا بروبوزيسيون ديال لي دو تور جيت لي دو تور دخلت نهار الاول ايتترا لا ميور دي سوربريز اللي لقيت في لي دو تور بان لقيت اون بون ايكيب سا سي لا هذه اهم حاجه لقيت اون ايكيب لقيت دي جون فهمتي كيما قلت لك كي اون رابيدمون اديري لهذيك هذيك الخدمه ديالي لهذيك لا كولتور ديالي او نيفو ديال الخدمه شنو باغي ندير ايتترا خدمت انا يمكن قدرت نربح الاحترام ديال الدراري بواحد الطريقه بانني كنت يديم يدهم وكنخدم معاهم ماشي شي واحد اللي سوا ديزون باللارغو ديالنا شي واحد اللي كان كيتشافى عليهم يعني كيريح في البيرو وكيبدا يقول لهم ديروا ديروا لا بالعكس او كونترير لان كما الدراري ديالي لقيت بانهم كان عندهم هذيك الرغبه بانهم يتعلموا حتى انا كنت باغي نتعلم فهمتي يعني يا واحد لا لوجيك ديال البارطاج اللي كانت لي جوسكا ماتنون فهمتي اللي فهمتي كي تي دي بليز اكسترا اوردينير باغ اكزومبل كاين دراري اللي كيميتريزو لازاتيك احسن مني اللي عندي ناس شفت كيميتريز لازاتيك وحسن مني اصلا يعني هكايا باش يعني هكايا بور تو سكي هكايا ابياج ديال البواسون اكسترا تعلمت من عنده هي فهمتي عندي ان جون باتيسي اللي تعلمت منه ديال ميطوج ديال الخدمه عندي واحد اخر عندي فهمتي انا اوتر شيف دو بارتي اللي حتى هو كنتعلم منه لا دانيير فوا نو سخيس كو فهمتي لا انت كومون بوشي كابوشي لا بريكو يعني باش تحيد ديال لا بو ولا ني واحد لا ميثود دونك كانت واحد لا لوجيك ديال لو بارطاج انا جي ابورتي هذاك لي كونيسونس ديالي اون ماتيير دو برودوي يعني هذيك شويه هذيك لا بيت فولي ديالي ديال الخدمه هما ايزون انت كي فيو كو هما خدموا مع دي شيف دو رونومي اللي خدمين اللي هنايا في مراكش دونك حتى هما ايزون ابورتي كلكو شوز ودونك وفي الاخر كان ان ميلونج كي تي اكسترا اوردينير يعني داكشي اللي كنديروا دابا حنا انا شوي لا شحال دابا تقريبا 8 شهور 9 شهور اوني ان اوتر 4 ولا 5 كارت وكل كارت تقريبا فيها واحد 30 بلا وكل نهار كنديروا ان منيو اردواز و شاك جور اون تونت اكاد نوفيل شوز يعني حتى ليكسبيريونس كانت مزيانه عندنا ان بوطاجي اللي خدمناه شويه بشويه اللي بدينا كنقادو فيه هي دي برودوي اللي هكذايا اللي مزيانين سانو بيرميت حتى حنايا كان سي ان بون ارغيومون دو فون و سي دي شوز اللي حنا كنلقاو ما نعاودو للكليان كتقول لي بان كنقول لك داكشي اللي عندك فلاش داك لو باني كروكون اي لي سو ديال لو بوطاجي سي بيو ايتترا يعني حتى الناس ولا فهمتي كومونس سانتيريسي ا سكون فيك يعني كيعجبهم دابا واخا حنا بعاد هنايا في البالميري دابا الناس ولا كيجيو على برا يجيو يتعشاو حيت كيسمعوا بان كاين ان جون ايكيب فكايا ما نقولش كاين ان جون شيف لان كتبقى ديما نهضرتي فهمتي انا اللونغاج ديالي ما عمري غادي نبدلو اون ماتيير ديال لابور ديال لو شيف مع لا بريغاد ديالو حيت بالنسبه ليا ان شيف ماشي هو اللي كيصاوب البريغاد سي لا بريغاد كيفاي لو شيف ملي كتكون اون بريغاد اللي فهمتي اللي كتكون مزيانه وباغا تعلم منك وكتزيد انت معاها وانت كتعلم منها حتى هي حيت داكشي اللي كيعرفوا ويعني لو ميلونج كيكون في الاخر مزيان دونك بيزوما سي سكو نو ريوسي بور لو مومون الحمد لله كما قلت كاين يا دو هكا البوشاغ اللي خدام دابا في مراكش الناس كيسمعوا بان يا دو تور فهمتي الناس يفون هكا اون كوزين انفونتيف ايتترا علاش وكنقول لك هذه اهم حاجه اللي فيها بان حنا عندنا اون لوجيك بان حنا كنتعلموا من بعضياتنا انا شويه كان كيفهمتها كي تري تيغ اتيغ يعني شي واحد اللي ما كتكبرش على الدراري ديالي اللي كنبغي نتعلم من عندهم كما كيبغيو يتعلموا من عندي وديكو كما قلت كيكون ان ميلونج كي انتريسون كيبان فهمتي في لي زاسيت ديالنا بان كاينه دو لا باسيون دون سكون في عليها بارفوا حتى ملي كان فهمتي ملي كنلقاو راسنا بان حنايا داكشي النيفو ما بقاش مزيان ماشي نيفو ما بقاش مزيان كون كومونس يعني هكا سولاسي من داكشي اللي كنديرو كنبدلو لاكارت اوتوماتيكمون كنبدلو لاكارت كيجيو الدراري منهم من راسهم كيجيو عندك كيقول لي الشيف بارك هاد لاكارت طلعت لنا في الراس وباغفوا ما كندوزوش فيها حتى شهر الدراري كيجي يقول لي نفس القديم كيحسوا راسهم بانهم غيوليو دون اون لوجيك ديكزيكسيون اللي خاصهم غير يديروا شي حاجه ويعاودوا صافي كنبدلو لاكارت اي لي شوز الحمد لله جوسكا ماتنون سا مارش فهمتي هكا تخي بيان الدراري مزيان كلشي مزيان
Bon, mais là, quoi espérer de mieux? La nature de la relation de l'imabini ou mabini chef, même les autres chefs, je suis quelqu'un qui est très discret. Discret, je suis du genre qui se sous-estime. Alors que je me sous-estime. J'ai une logique qui est bien. نوصل لها سيرتان نيفو يعني يكون عندي واحد النيفو مزيان كساعد يمكن نهضر على راسي ولا نقول انا كندير انا بارفوا كنشوف سكيسو في سور لاطو يعني كا سور فيسبوك ولا داك اللي كيدير الناس كيلوحوا في فيسبوك ولا كيتا كنقول بالنسبه ليا كنقول انا بيرسونيلمون جو زغي با ميتر سا ما فهمتي جو زغي با ميتر سا ولا ملي كنشوف هكا واحد التجمعات ديال لي شيف اتسا كنقول انا بانني انا جي با جي با الكتاف ولا جي با لي كومبيتونس باش نكون مع هذوك الناس الوغ كو بزاف ديال لي جون فلونتوراج ديالي كيقول لي لا شاف مي انا سما هكا سما لابروش نقول انا مازال عليا الحال باش زعما كاينه باش يكون هكا يكون يعني زعما كاينه يكون واحد كومونيكاسيون اوتور ديال لا بيرسون ديالي ولا شنو ندير ولا شنو كندير اتسا كنقول بانني مازال عليا الحال ميم سي مالغري بارفوا لي روتور كليون اي سون دون ان اوتر سونس كيقول لا ترى راه اش كدير واش كدير واش كدير مي كيبقاو لي رابور ديالي ديسكري ابار جو كوني 3 ولا 4 شيف اللي كنعرفهم سور لو بلون بيرسونيل. Il y a d'autres chefs qui, à chaque fois, quand ils ont l'occasion de me féliciter par rapport à ce qu'ils disent, et par rapport à ce qu'ils disent, ils le font. Mais il y a des rapports qui sont très discrets. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. يعني كان يعني حتى ملي كنبغي نصبغي غير شي بلا ولا شي حاجه ولا كنبغي نلونسي ولا شي حاجه كنسول ليكيب ديالي شي 96 مره كنطلع لهم في الراس باش كنقول ماشي هادي مزيانه صافي مزيانه صافي اون بو لا بالونسي مي كتبقى عندي اون ابروش ديالي كي بحال هكا كنقول لو جور جا انت هكا نوصل واحد القدره على انني نقول مع راسي بانني راني سكو جو في سي اكسترا اوردينير ديك الساعه جو بوغي بالونسي. Les rapports les au niveau du monde professionnel, immobilier, les chefs en général, que ce soit au Maroc, que ce soit au Maghreb, c'est à la fin plus dans une logique de le respect, elle a une logique de le partage. Moi, je suis de nature un peu discrète, etc. Donc, à l'article Zef, même les chefs qui m'ont soit ils me félicitent parfois par rapport à des choses que je balance sur Facebook, chez les bêtes qui me parlent, etc. Mais elle m'a sorti avec les chefs avec la logique de le partage, ou la qu'à des dîners à quatre mains, un truc comme ça. Dernièrement, j'étais invité le concours de Crémaille, Bocuse d'Or, j'étais en tant que commissaire au niveau de la cuisine. Etc. À la fois, comme j'ai été surpris par des chefs, le métier, de l'expérience, ils m'ont bien accueilli, ils ne m'ont pas regardé à le travers, qui m'a. Honnêtement, j'étais dérangé par le comportement d'autres chefs, etc., qui m'ont vu à quel travers. Les chefs ont mal fort, la machine, je connais le jeune, les jeunes, etc., je connais roi, etc. Mais à part ça, c'est une très belle expérience où ça n'a fait que consolider les relations immobilières d'autres chefs que je connais à la base. Ou ça m'a permis à Tini Bachan de faire d'autres chefs, je fais avec le côté Zwin Fihom, avec le côté personnel Zwin Fihom. Mais à part ça, qui m'a dit, les relations de l'IMA, le monde professionnel, ou les chefs, c'est des relations de respect. Et malheureusement, on a une logique de partage. كنتي بغيتي تعرفوا بزاف ديال الحوايج على الشيف حمزه افقير شنو كيطيب شنو كيدير شنو السيره ديالو شنو المسيره ديالو شنو الاطباق اللي كيبرهنوا على الشخصيه ديال الشيف حمزه افقير تابعونا على جوهره تي في وشكرا.